وسعت روشة وشقية أكلت وعدتها نجيبها من كل مكان في الدنيا. أدي عادة زي الفل وأدي أكل ست الكل. البس اشرب أو كل وسيب الباقي عليا. عقل 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 ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد ببرنامج عقلة ومجنونة. طبعا زي ما أنتم متعودين في برنامجنا أن احنا بنناقش حاجات عقلة وحاجات مجنونة. النهاردة هنناقش أو هنتكلم عن أغرب المواقف والطرائف اللي أنت ممكن تشوفها في حياتك. بقى هنتكلم، هناخدها على أكتر من حاجة. هنتكلم عن مواقف رياضية، هنتكلم عن حاجات في كرة القدم، حاجات في التنس، هنتكلم عن أكلات، هنتكلم عن بعض العادات والتقاليد اللي موجودة في بعض البلاد اللي أنت ممكن أول ما تسمع عنها تقول إيه الحاجات الغريبة اللي أنا بسمعها. ولكن إحنا هنا في برنامج بنحاول نناقش كل حاجة مختلفة ومميزة أيضا، بحيث إن أنت تقدر تستفيد منها وتبقى عارف ليه الناس دي بتمارس الطقس ده في الوقت ده. النهارده هناخد فيديو. طبعا امبارح لما نزلنا على الصفحه كده ان احنا هنتكلم النهارده عن مواقف وطرائف وايه اغرب الحاجات اللي انت عايز تتكلم عنها او تشوفها، كتير من الناس بعد فيديوهات، لكن معظم الناس تقريبا بتحب الكوره. فاول يعني معظم الفيديوهات اللي جات لنا كانت فيديوهات بتتكلم عن الكوره، وبعضها بيتكلم عن التنس، بعضها بيتكلم عن عادات في بلاد غريبه، حاجات ناس بتضرب بعض بالطماطم واعياد، وناس بتلبس لبس غريب، وناس بتلبس او في الفرح بتاعها بتتصرف بطريقه غريبه. وبعض الفيديوهات بتتكلم عن التعليم او التنميه. يعني طبعا زي ما احنا عارفين كده ان التعليم والتطوير اصلا من اساس نمو اي مجتمع في الدنيا. كتير من الناس بتبتكر طرق جديده للتعليم، وكتير من الناس بتبتكر يعني وسائل حديثه يعني عشان تعلم الاطفال بشكل يكون افضل ويقدروا يستوعبوا المعلومه بشكل يكون يعني يكون جيد جدا. يعني لان في طبعا بعض الناس مش كل الناس بتستجيب بنفس الطريقه، لكن في طرق جديدة جدا الناس بيبتكروها، الناس اللي بتحب الحاجة بتاعتها. يعني كل ما انت كنت بتحب مهنة معينة او حاجة معينة بتبدأ تبتكر فيها وتطلع حاجات مجنونة، ولكن بتقدر ان هي تفيد الناس. اول فيديو هناخده النهاردة او هنتكلم عليه، هناخد فيديوهات عن اكتر حاجة انا بحبها. هناخد فيديو عن الكورة، وهناخد بعض طرائف الحكام في كرة القدم. في بعض الاحيان بيعملوا تصرفات او بيعملوا حاجات بتكون مش مفهومة او مش واضحة للناس، بتكون مجنونة فعلا، وبتكون موضع يعني بنحطها كده ونحط تحتيها 100 خط ونقول غرائب وطرائف في كرة القدم. هناخد اول فيديو النهاردة كده فريق الاعداد هيجهزه، هو بيتكلم عن طرائف الحكام، طرائف الحكام في كرة القدم. اي لعبة جماعية وارد ان يحصل فيها حاجات مختلفة او حاجات فيها حاجات غريبة شوية. ومعنا دلوقتي فيديو على الشاشة بيتكلم عن يعني بعض المواقف والطرائف الغريبة في كرة القدم. زي ما انتم شايفين كده الفيديو قدامنا على الشاشة، يعني يعني ضربة حرة اللاعب بيحطها في مرمى، ولكن الطريقة نفسها او الشكل اللي هو بيحط بيه الضربة دي كان شكل مختلف، شكل مش متعودين عليه. فبالتالي الحاجات دي طبعا بتتحط في كرة القدم من ضمن الحاجات الغريبة او المواقف الغريبة اللي انت ممكن تشوفها في كرة القدم وتبقى في الذاكرة. يعني دايما في مواقف كده تشوفها في حياتك بتعلم. الحاجة اللي هي بتكون غريبة او الحاجة اللي انت دايما ما بتكونش بتشوفها بصفة مستمرة بتكون غريبة. الهدف اصلا من البرنامج او ان احنا ليه بنناقش الحاجات دي، بنناقش ابرز الحاجات اللي هي ممكن ان هي يعني دايما الانسان بيحب كل ما هو جديد او كل ما هو فيه شيء من التغيير. فاحنا النهارده بنحاول او فكره البرنامج عموما بتحاول ان هي تناقش الحاجات العاقله والمجنونه. بنناقش مره كره القدم، بنناقش مره بنتكلم عن حاجات في السله. هناخد فيديو تاني برضو، الفيديو ده انا شايفه يعني من ضمن الفيديوهات اللي انا يعني بحبها او ضمن الفيديوهات اللي انا حابب الناس تعرف عليه. بعض الاحتفالات في بعض الدول، يعني بعض الدول بتحتفل احتفالات، الاحتفالات دي بتكون غريبة شوية. في ناس بتضرب بعض بالطماطم وبيجي سياح من دول تانية عشان يمارسوا هذا الاحتفال. يعني هناخد الفيديو ده دلوقتي على الشاشة وهنقول ايه السبب اللي الناس دي بتعمل كده، وهناخد برضو بعض حوالي 5 أو 6 عادات الناس بتبدأ تعملها وبتكون غريبة بالنسبة لنا، واكلات برضو هناخدها النهاردة، اكلات هي بالنسبة لهم اكلات بيستخدموها على طول، لكن بالنسبة لي لو قلت لي تعالى كل الاكلة دي، زي مثلا في الصين بعض الناس بتاكل الصراصير مثلا، فحاجات بالنسبه لك انت غريبه ولكن هم بيعملوها. الهدف مش ان انت تجربها وان انت تعمل الحاجات دي، الهدف ان انت تتعرف على ثقافات او تتعرف على ما هو كل ما هو مختلف في البلدان الاخرى. يعني في ناس بيضربوا بعض بالطماطم، اسباب ده في نهايه شهر بيجمع الاف من الاشخاص، الاشخاص دول بيحاربوا بعض بالطماطم مده ساعه متواصله، وبيجي كمية ناس تقريبا حوالي مثلا 30,000 سايح. السياح دول بيحاول ان هم يمارسوا نفس العادة او ينفذوها بنفس الطريقة.
في الهند في عيد في الهند، العيد ده الناس بتقوم فيه في بعضهم بالالوان، يعني بيجيبوا الوان كتيره وبيفضلوا يرموا بعض بالالوان، ويقوم الهنود ايه يعني بتقليد يعني بيعملوا ده لتقليد لحمايتهم من امير الفاشن الذي ايه يقوم بحرق الاشخاص في حركه كبيره، يعني بيحاولوا ان هم بيعبروا عن حاجه بالنسبه لهم بس بيكون بشكل مختلف. واحنا هناخد برضه نقول زي الحاجات دي زيها ايه في مصر، في بعض البلدان برضه بتعمل مهرجانات، المهرجان ده بيكون بمسابقين فيه بيجمعوا عجل، والعجل ده بيجري بيه حوالي 7 كيلو، وبعدين بيبداوا يعملوا بعض الحاجات اللي هي زي ما نقول كده حاجات مجنونه مش متعارف عليها. في جزيره في مدغشقر بتقوم المراه في وقت الحداد بنكش شعرها زي ما احنا شايفين كده على الشاشه بشكل غريب، يعني بتنكش شعرها بشكل يكون زي ما انت شفت على الشاشه دلوقتي شكل يكون غريب ومجنون فعلا، تعبيرا عن الحزن والاسى. يعني احنا عندنا هنا في مصر لما حد بيعبر عن حزن او بيكون حزين بيلبس اللون الاسود، في بعض الدول لما حد بيعبر عن الحزن بيبدا يتصرف بتصرف يكون مختلف، ولكن في مدغشقر او في جزيره في مدغشقر بتبدا ان هي تنكش شعرها، حاجه من الاثنين، اما شعرها هو كده كده منكوش فدي اسهل حاجه بتعمله فبتبدا تنكش شعرها وتعبيرا عن الحزن. يعني انت لما تشوف حد ان انت بناكش شعره اعتبر ان هو هذا الشخص ده كده بايه هو بيعبر عن حزن في هذه المدينه او في هذا المكان، زي عندنا في مصر كده لما تشوف حد لابس لون اسود سيده لابسه لون اسود فالولد ان بيكون عندها حاله من الحزن او حاله وفاه. هنروح لفاصل وهنرجع مرة تانية هنناقش حاجة مجنونة فانتظرونا. أعزائي المشاهدين رجعنا لحضراتكم مرة تانية وبرنامجكم عقلة ومجنونة ومواقف عقلة ومواقف مجنونة مرة تانية. هنتكلم دلوقتي عن الرياضة وكرة القدم، لا تخلو من الطرائف والعجائب ولا تخلو من الحاجات المجنونة اللي احنا ممكن نشوفها في كرة القدم. كرة القدم هي معشوقة الجماهير وهي الساحرة المستديرة كما يطلق عليها، محبينها الكثير من الناس وعشاقها الكثيرون أيضا، تمتلئ بها المدرجات في كثير من الماتشات سواء الماتشات الدرجات على حسب درجاتها المختلفة، بتلاقي ناس كثيرة جدا بتحب كرة القدم ولا تستطيع أن يعني أن تترك مباراة لكرة القدم إلا وأن تتابعها، وفي ناس مجنونة بكرة القدم فعلا. ودلوقتي احنا مش هنجيب بقى الناس المجنونة بكرة القدم، احنا هنجيب دلوقتي المواقف المجنونة في كرة القدم، هنقول أغرب 10 بطاقات حمراء في تاريخ كرة القدم. أستأذنك بس نرجع الفيديو من الأول تاني، هنرجع الفيديو من الأول ونشوف هو إيه السبب في بطاقة صفراء أو خبطوا بالكورة يعني مش قصده فيرجع الحكم، ودي حاجة غريبة إن الحكم يتصرف في موقف زي ده ويديله كارت أصفر وبعد كده يديله كارت أحمر عشان الكورة. ده أول موقف في من أغرب 10 مواقف في كرة القدم. تاني موقف زي ما احنا شايفين دلوقتي، يعني الموقف ده لا يستدعي اصلا ان هو الحكم يدي بطاقه حمراء، ولكن الحكم برضو من ضمن اغرب الحاجات ان هو اداله بطاقه حمراء عشان بس الكارت وقعه من ايده فبالتالي اداله بطاقه حمراء. رقم 3 او الموقف الثالث من ضمن اغرب الحاجات اللي هي في كره القدم، اغرب يعني مواقف الحكام في كره القدم، الموقف اللي احنا شايفينه دلوقتي على الشاشه، حكم وهو بيجري فالكره خبطت فيه فوقع. مظبوط، يعني زي ما احنا شايفين كده يعني موقف غريب ومش دايما بيحصل، وده من ضمن المواقف الغريبه في كره القدم. ف ده من ضمن مواقف الحكام الغريبه في كره القدم. هناخد رقم 4 دلوقتي، يعني بيحاول بيضرب الحكم عشان ادى قرار، القرار طبعا مش دي من ضمن الحاجات اللي هي، والحكم بيحاول يدافع عن نفسه وبرضه وبيضرب يعني وبيطلع بطاقه حمراء، وده طبعا موقف غريب من ضمن المواقف الغريبه للحكام في كره القدم. ده كان برضه من ضمن الماتشات المهمه في الدوري الاسباني تقريبا. فهنشوف الدوري الانجليزي، فهنشوف دلوقتي الموقف الغريب او الطريف في يعني موقف غريب جدا ان هو يمسك الكوره يعني لما يعني فاول عادي او اشتباك عادي جدا فمسك الكوره اللاعب وبدا ان هو مسكها وراح خبطها فبالتالي الحكم تعامل معاه واداله بطاقه حمراء.
دي طبعا يعني اغرب يعني من ضمن اغرب المواقف اللي انت ممكن تشوفها في كرة القدم، ولكن انا بقى يعني في كرة القدم بشوف مواقف كتيرة جدا، ولكن طبعا بتكون حاجات من ضمن الخيال، وخاصة في الدوريات العربية، لان في كثير من الاحيان ما بيكونش الحكم او اللاعب عنده ثقافة الثقافة الرياضية الكافية، فبالتالي بتحصل مواقف طريفة او مواقف عجيبة، مواقف مجنونة احنا بنشوفها، وبالتالي بتبدأ ان هي تكون محفورة في ذاكرتنا. يعني موقف زي موقف رونالدينهو ده، الموقف ده هو موقف غريب من الحكم، يعني هو حتى طالع بيبتسم، يعني مش عارف هو ايه التصرف اللي اتصرفه، هو ليه عمل كده. فده طبعا يعني حتى لما سألوه بعد كده عن الموقف ده، فقال لهم يعني انا مش عارف ايه السبب او ايه اللي حصل، ولكن كان موقف طريف. ده موقف تاني او من ضمن غرائب كرة القدم او عجائب كرة القدم، التصرف اللي اللاعب ده تصرفه بدون ادنى يعني اشتباك ما بينه وبين اللاعب التاني. ولكن بعض الاحيان بنخرج عن الروح الرياضيه، سواء بقى في كره القدم او في التنس او في الملاكمه، وفي بقى يعني بتكون تصرفات فرديه، ولكن بتبقى من ضمن العجائب او المواقف الغريبه اللي احنا ممكن نشوفها، يعني بنحب نعلق عليها وبنطرحها لكم، بحيث ان انتم تكونوا بتطلعوا معانا على اكتر الحاجات او اكتر الحاجات المجنونه والعجيبه في برنامج عقله ومجنونه. يعني طبعا الابتسامه هي ابتسامه يعني زي ما بنقول كده، يعني شر البليه ما يضحكك، يعني هو الراجل بيبتسم مستغرب من التصرف الحكم او مستغرب من يعني القرار اللي اخذه. فطبعا الابتسامه تدل على مدى يعني يعني مليانه حزن، وفي نفس الوقت مليانه استغراب او استعجاب او حاجه غريبه بالنسبه للاعب كره قدم ان الحكم يتصرف بهذه الطريقه. فدي طبعا من ضمن المواقف الغريبه او العجيبه في كره القدم. اكتر حاجه بقى بتشدني في عموما وخاصه في مصر، يعني كل الحاجات اللي احنا جبناها دي حاجات من دول خارجيه او من دوريات اجنبيه، ولكن انا على المستوى الشخصي اكتر حاجه بتهمني هي التعليم والتطوير والتنميه. اكتر من اكتر المواقف اللي انا بشوفها في حياتي مدرس انتشر بشده الايام الماضيه بسبب طريقته في شرح المنهج الدراسي للطلبه، وكان معدل الاستجابه كان معدل غير متوقع، كان معدل رائع، وابتكر طريقه جديده للتعليم، ابتكر يعني طريقه جديده لتعليم الطلاب وتحبيبهم في الماده العلميه. كنا زمان او كتير من ايامنا ماده بسبب مدرس ما، او تكره ماده بسبب مدرس برضه، ولكن هذا المدرس كان عنده القدره والمهاره لكي يعلم طلابه ويعلمهم ويتقن في تعليمهم ويحببهم فيما يعلمهم اياه، ويحبهم في التعليم بشكل كبير، لان بالتعليم تنهض الامم، وبالتعليم يصبح المجتمع مجتمع عاقل وممكن بتصرفات مجنونه وغير متوقعه من مدرس او معلم او طبيب هيكون له الفضل في ان يعني يجعل تلميذا ما يحب العلم. وده جزاؤه طبعا عند ربنا كبير جدا، وربنا في القران ذكر يعني العلم وقال اقرا باسم ربك الذي خلق. هذا المعلم هو مثال للمعلم. يعني يسعدني ان اختم بهذه الحلقه، يعني نشوف هذا الفيديو وهنرجع مره ثانيه لمدرس يعلم الطلاب بطريقه مجنونه ولكنها مفيده ايضا. نتابع الفيديو ونرجع مره ثانيه. فعل مبني على الفتح والفاعل ضمير والجمله من الفعل وال
في محل رفع خبر المبتدا. طب والمتعجب منه اعرف ايه؟ اسمع الاغنيه. المتعجب منه في بنت افعل مرمى فردي. المتعجب منه في بنت افعل مرمى فردي. المتعجب منه في سير ما افعل يرمى فردي. المتعجب منه في سيره ما افعل يرمى فردي. حلو. سيبها التاني. اسمها افعل به اروع به اجمل به يا رب ايه اجمل فعل مار فعل مار جعل سورة الامر فعل مار جعل سورة الامر فعل مار جعل سورة الامر مبني على الفتح المقدر مبني على الفتح المقدر مبني على الفتح المقدر مبني على الفتح المقدر واللي وراه حرف جر زائد الباء حرف جر زائد والمتعجب منه بيعرب ايه فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا فاعل مرفوع. أعزائي المشاهدين رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد ما خدنا فيديو هو فيديو مجنون ولكنه يساعد بشكل كبير ويساهم بشكل كبير في تعليم الطلاب الدرس أو المعلومة بشكل يجعلهم يتذكرونه دائما. كتير في حياتنا ممكن تبقى فاكر لسه كلمة من مدرس أو كلمة من مدرسة كانت بتديها لك بسبب طريقة معينة كانت بتشرحها لك، ممكن كلمة من مدرس يخليك ما تحبش معلومة معينة وتبدأ إن أنت تفضل طول عمرك مش حاببها. كلنا أكيد حصل معنا هذا الموقف. هذا المدرس أرفع له القبعة ولكل من يساهم في ابتكار طريقة مجنونة ولكنها تهدي أو تعطي هدفا للأمام وللتقدم والازدهار. يعني هذا المدرس هو مثال للمدرس الذي يحب عمله ويتقن فيه ويبرع فيه. أي شخص بيحب المهنة اللي هو بيحب يعني بيعمل ويحب ما يعمل فبالتالي هيتقن ده. بنصح الناس ان انت اعمل الحاجة اللي انت بتحبها واعمل طريقة مجنونة. الطريقة المجنونة دي ممكن تكون سبب في ان انت توصل للعالم كله معلومة جديدة والمعلومة دي تبدأ تأثر فيهم بشكل إيجابي. إلى هنا أختم هذه الحلقة بهذا المقطع أو هذا المدرس الرائع وإلى أن ألتقي بكم مرة قادمة أخرى في حلقة قادمة من برنامج عقلة مجنونة. لكم مني كل التحية والتقدير. أنا خالد صقر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجنونة مجنونة عقلة ومجنونة شوية وسعت روشة وشقية أكلت وعدت هنجيبها من كل مكان في الدنيا أدي عادة زي الفل وأدي أكل